بس اصحى بسرعة يا باسم وانا بتفرج. اصحى بيبي ولا بيبي ولا اصحى، وانا قاعدة في البلكونة لقيت واحد برباس ازرق. يا بنتي انا قلت لك وانت بالليل ما تتفرجيش على افلام اجنبي وتنامي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. شوف بقى، عايزين نوصل المقطع ده 5000 لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان نوصل 50000 مشترك في اقرب وقت عشان ولاد متخلفه. بوسة. مه. انت عبيطه يا بنتي، انت عبيطه. خد يلا خد ولا ايه ده ولا من الخرم البيت ده؟ مش عارف البيت كله يا نهار ازرق، ده في 3 بلوكات وقعوا هنا وثلاثه واحده وقعت من هنا. لا لا، في حاجه، يا نهار اسود، في حاجه بتحصل من هنا، في حاجه بتحصل والله يا بنتي. انت عبيطه راجل، ايه ده؟ ايه ده؟ اوه ده بجد، ده بجد موجود. ايه ده؟ ايه ده؟ ده بتهيألك يا غبية، بتهيألك. أما أنا ده بتهيألي برضه دبانة، دبانة زرقاء. في دبانة كبيرة أوي كده، ده دبانة عملاقة ما دي. إيه ده؟ سبايدر، ده سوبر يا بنتي، سوبر، سوبر مان. أنت بتجيبه جابه هنا امشي يا امشي يا سوبر برباس، امشي اطلع بره. يا بنتي يا عبيطة أنت، ده سوبر مان ده عنده قوة خارقة، ده جامد أوي. أنت رحتي فين؟ رحتي فين؟ بصي أنا ناديله، هنا تحت خايف. دي خليفة إيه؟ ناديله ناديله ناديله، خليه يساعدنا يبقى أبطال خارقين زي ناديله. ناديله إيه؟ هو أنت صاحب، وأنت هتتسحب عليه؟ ايوه هنصعب عليه، مش جاي عندنا، يبقى عايز، يبقى هو عايز حاجه او بيحارب حد من الاشرار هنا. استنى، هو فين؟ لا طبعا ده اختفى يا بنتي، اختفى اختفى. هتلاقيه بيحارب حد من الاشرار هنا. سيبيني انام بقى، وحط امك ما تصحينيش تاني. لا ما تنامش والله، ما انت نايم يا بنتي. هنام شويه والله، تعبانه والله. طب حلفاني على حلفاني، ما انت نايم عشان خاطرك انت بس والله. عارفه لو ما كنتش حلفتي كنت هنام، بس عشان خاطر انت بقول عارفه. لك انت عارف ايه المصيبه اللي حصلت عندي في البيت؟ ايه؟ امي وابويا اتخانقوا. يا لهوي، الحاج اتخانق مع الحاج ده؟ ولما امي وابويا اتخانقوا، عارف اللي حصل؟ ايوه، ساندي زعلت، وانا ما يهمني زعل ساندي، انا همسك لا ابوكي داكله ساندي علقه. ما زعلتش، ما مين زعل؟ ساندي راحت بقى اتخانقت مع ابويا. ايه؟ كانت مع خلاص ابوكي؟ كنت رحت اتخانقت مع ابويا. قولي له طلق، قولي له طلق الست دي، قولي له طلق ام سندريلا دي، قولي له طلقها وخليها تقعد معانا في بيتها. ما هي عملتها. بتتكلم جد؟ اه. يا نهار اسود، يا نهار اسود. اه يا سوبر، يا سوبر حط امك تنزل، والنبي واحد نبي عايز اتصور معاك، عايز اتصور معاك بالله عليك، عايز اتصور معاك كده. تعالى تعالى تعالى. صور مين؟ الحاج والنبي هو صور. من قصه دي المكان بتاعنا كده. اه ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، اجري ايه ده، اجري المكان ده. بالباس. تعالى بره، تعالى بره. انت كنت بتحارب حد من الاشرار هنا ولا يا سوبر؟ سوبر يا جامد، سوبر على فكره انا برضه اسمي ويجز ابو الباس، مشهور. ابو الباس؟ لا دي مش الباس ازرق، ابو الباس احمر. ايه ده؟ ايه ده ابو الباس ازرق؟ ابو الباس احمر، احمر احمر. ايوه انت شايف شكله عامل ازاي؟ شايف شكله عامل ازاي؟ وانت جيت منين انت؟ الباس. تجيب منين انت؟ هلا انت مش عارف. لا اصبر كده عشان عم الباس عايز خناقه. لا 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 عايز يا عم، مش عايز حاجه، بقول لك والنبي ممكن اتصور معاك. بس انت تعالى بس، انا عايز اكلمك في موضوع كبير. موضوع ايه ده؟ بيتخانقوا الاثنين مع بعض. تعالى بس. موضوع ايه؟ تعالى تعالى. ايه رايك نروح لراجل يحولنا زيهم؟ انا عايز اقول له واطلب منه كده تعالى. لا لا انا عارفه. هقتله يا عم انت، ده مين ده؟ ايه ده اللي انت عارفه؟ انت عبيطه يا بنتي، انت عبيطه. ايوه انا عارفه مكان حد. شوف مش عاوز اقول لك والله. اساله، انا هساله. يا سوبر، يا سوبر، هو احنا ينفع نتحول نبقى ابطال خارقين زيك؟ طب فين؟ طب وحتى امك، وحتى امك حولنا ابطال خارقين. انا عايز، عنده انا عايز اطير، عايز اعمل كده اطير، اعمل كده اطير، اعمل كده اطير. ايه ده؟ انا عايز اعمل وي. بتطير ازاي؟ ده بيمشي، بتطير ازاي؟ ده بيمشي كده في السما كده، بيمشي. بص بص بيمشي كده. انا عايز اطير، انا نفسي والله. انا سبحانه، عارف اكتر حد بيحب مين في الابطال الخارقين؟ ايرون مين؟ مان. اموت بقول لك في بعشق ايه، ايرون مان. وزور، انا بحب زور. اقول لك حاجه بس ما تزعلش. ايوه ايه؟ انت نفسك تطيري؟ وانت نفسك تطير صح؟ ايوه. تعالى اطيرك. ايه ده يا عم ايه اللي تعالى اطيرك؟ انت عبيط يا ولا قلبك مبلط يا ربنا. لا بقول لك ايه؟ انا جوزي اهم حد في الدنيا، انت ايوه. مسيطرة. واخويا، واخو جوزي. ولا ومسندريلا عشان خاطر بحبها. ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ في ايه يا جدعان؟ انا خايف يا جدعان. المكان واحد اتنين تلاتة، ابريت الخياطة، خيط ايديك امي. يا عم انت، عمي يا عمي الله يبارك لك، انت جايبين عيل صغير معانا، ما تقعد تاكل. يا عاصم ايه ده؟ انت عارف اسمي؟ سوبر، يا سوبر، يا سوبر. ابو رأي، ابو رأي، باور مان، باور مان. والنبي نفسي اتحول ابقى بطل خارج سايق. انت عايز، انت عايز خناقة. يا ده معلش انا اسف، انا اسف يا استاذ سوبر. بقول لك يا ابو سماعة، انت انت ابو سماعة. ايه؟ سماعة ده مش تمك يا باشا، مش تمك. استنى استنى. انا دلوقتي كنت داخل خناقه ضد الاشرار، عايكا عايكا ضد الاشرار، وعملت ايه؟ اكيد قتلتهم. بص عملت ايه؟ محتاج مساعدتك انت، ودي وده ودي. بس بس يا بت، هات التليفون من جوه بسرعه. هات التليفون، بس يا بت، هات التليفون من جوه عشان اتصور مع سوبر البلطجي. معيش انا التليفون. طب والنبي حولني، والنبي حولني، حولني لابطال خارقين والنبي. يا عم ده بيكسر الطريق وانا تعبان. معلش، ما هو عنده قوه خارقه بقى وما بيقدرش يمسك القوه الخارقه بتاعته. وراح فين؟ والنبي انا بحب ايرون مان قوي قوي. لبسني، لبسني يا راجل انت.
يعني ايه لبسني يا راجل؟ ما تلبس انت يا عم، ده هو يديك البدله البس. بس عايزك تعلمني كل حاجه بقى، عايزك توريني بقى كده كل حاجه بتاعت ايرون مان بقى كده. اخش اغير ايه ده يا عم؟ ده يا عم اللي انت ماسكه في ايدك ده يا عم، انت ما بتردش عليا ليه؟ فاضل انت والسوبر البلطجي. بس كمسك جبت لك التليفون. اه ايه ده؟ ايه ده؟ ده باتمان كمان جه؟ بقول لك ده اللاد لورد بسرعه، ده اللاد لورد بشوفه. باتمان جه ده انا يا ابني، ده يا ابني. انت حيوان. خد. بس ده بقول لك انت حيوان. معلش معلش سوبر بقى سوبر. انا لقيتك حمار يشدك. بس يا بت انت يا حمار. ايه ده؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ ايه ده؟ يا الله. ولا ايه؟ يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. بيت. ولا ايه؟ قول بيت ايرون مان. ايرون مان. يا جدعان. يا جماعه. يعني دلوقتي عايزين نحارب الابطال الاشرار ونحارب سوبر مان. نقتل سوبر مان، يلا نقتل سوبر مان. اقتله يلا. نقتله ازاي؟ نقتله ازاي؟ مش عارف يتصرف. باسم بص يا باسم بص، انا ممكن إيه؟ اطلع قاعده المشتركين كده. يا بس ايه يا لورد، يا لورد احنا لازم دلوقتي ان احنا نشوف الجيش اللي هو كان بيحاربه ده ونحاول ان احنا ندي عليه خالص. بقول لك ايه، هروح اجيب لك، اروح اجيب الوطواط بتاعي واجي. وطويت ايه يا ابني؟ وطويت بدوات وطويت دلوقتي وهزار. الو خفافيش بتاعتي اللي بربيها 1 2 3 4 5 يا ابني، احنا لازم نعرف مكانهم. انا دلوقتي من كتر الاجهزه بتاعتي ايه، حاضر ان انا احدد مكانهم واعرف مكانهم. قول لي ضاربين من هنا، قريبين من هنا، قريبين من هنا، قريبين من هنا، في الغابه دي، في الغابه دي قريبين من هنا. يا ابني تعال عليك انا بقى. تعال يا 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 ابني، يا ابني راح فين يا ابني؟ يا ابني انت يا لهوي يا ابني، ساعدنا عايزين اسلحه. بعدين انا جيت اهو. انت شايله ماسك من وشك ليه؟ ده انت نص وشك باين اصلا، ولا ده حجاب؟ امال صح؟ اه والله شكلك عسوله كده. بقول لك ايه، احنا لازم بوسه. لازم ناخد القوه بتاعتنا دي وما نحاربش حد. احنا لازم نستخبى انا وانت عشان خاطر نفضل بالقوه بتاعتنا دي، مش هنحارب حد. تعالى يلا، تعالى هناك، تعالى هناك. 1 2 3 اه ده في زومبي تحت، في زومبي تحت، ده له هجوم. امال له هجوم؟ معلش شويه بس، انا جريت وسبت. انا ولعت فيهم، ولعت فيهم اصلا، ولعت فيهم. انا جايه. استنى خد، انا جاي. خد يا زلمه، ابلع. خد دي، انا عايز اسلحه. لا لا السلاح بتاعي مش مطور قوي، مش مطور قوي. بص بص انا هجيبهم عليا. بص بص تيني تي، تيني تي بسرعه، تيني تي. هم كلهم جاي عليا وانا طاير، مش هيقدروا يزول، مش هيقدروا يزول. انا قاعد لكم هنا على انما انا قاعد لكم. بس انا هعمل لكم حفره. يلا خد دي باسم. ايه ده؟ ده ما اذيتهمش باسم. انا خايفه. خايفه ايه؟ ده اتلموا كلهم عليا، عايزين يعملوا مني شاورما. بصي انا عاجنهم هنا كلهم من حواليا. بسرعه تي ان تي، بسرعه تي ان تي. عاجن مين؟ دولت لو مسكوك هيضربوك. هات تي ان تي بس، ما تجيش دعوه. هات تي ان تي انا هاخده منك. حاضر. انا حرفيا باتنين تي ان تي اقدر اقتلهم كلهم مكانهم كده، زي البوبي. البوس بتاعهم بيحاول ان هو ينط من فوق البلوك عشان خاطر يقتلني. اه عاش، مات البوس من ضربه واحده، الحمد لله قتلته. عاش. تعالوا بقول لك ايه، ولو انا لو هرج عملوه ايه؟ انت شايف الجيش بتاعهم قد ايه تحت؟ انت مش شايفه؟ لا مش عايز اشوف. انت شكلك مش شايفه تحت اصلا. بيموت منهم عدد كبير قوي، عددهم كبير قوي يموت، والصغيرين دول سرعة قوي، سرعة قوي، بيحاولوا انهم يجروا دلوقتي هيموتوني. يا ست الحقينا، يا ست كتكوتة. نعم يا ست سبايدر، ما تلحقينا يا ست كتكوتة. والله انا هاخدهم بعيد عشان خاطر ما يدمروناش الشارع. ودي اه انا نهار اسود، ناس كبير. سكيلتون كمان، سكيلتون. قول لي باسم، باسم ايه؟ ممكن سؤال؟ اي اسم ده وقت هزار دلوقتي؟ ده وقته سؤال ايه؟ سؤال. طب اسالي. ايه هل اسمه ايه ده؟ في حمار وحشي ومفيش بقرة وحشية؟ بحد يقول لي في الكومنتات عايز تتجوز ساندي بقى. يا نهار اسود، يا نهار اسود. حقونا يا جدعان، احنا بنموت. طب فين باتمان اللي كان بيحارب معانا؟ سابنا راح فين؟ يا ابن التحنيك. ماشي. سابنا إيه باسم هرب مننا؟ سابنا وجري. شايف السكيلتو قد ايه بيضرب فيا؟ شايف السكيلتو قد ايه؟ ايه يا اسطى في ايه يا عم؟ انا رحت جبت البطاطات بتاعي وجيت. انا عايز. طب اسلحه بسرعه، هيلب، اسلحه بسرعه، اسلحه بسرعه. اسلحه زي ايه؟ بو، هات لي بو. تعالى 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 بو او اسلحه. طب تعالى لان البطاريه بتاعتي محتاجه انها تتشحن. انت فين؟ مش شايف يا رب؟ يا رب اعرف. انا فوق البيت بتاعك يا بهيمه. بسرعه بسرعه. يا نهار اسود، شايف الضرب اللي ضربته قد ايه؟ انت بقيت ابيض كده ليه؟ ابيض ليه يا عم اهو؟ طيب هيلب. شكلك بقى امسك. شكلك بقى غريب قوي والله. ما هو دي القوة بتاعتي، انت بتعرفش ولا ايه؟ اهو ام انا يا نهار اسود، انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. طيب بص بص، انا هساعدك بس بطريقتي. ازاي بطريقتك يعني؟ بص بقتلك عدد كبير منهم ازاي؟ بص 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 القنبلة دي. يا نهار ابيض، اي يا نهار ابيض. ايه ده؟ ازاي؟ ازاي بتمنع؟ انت في ثواني. دي الكنابل بتاعتي. ايوه انا شايف ان الكلام بتاعي ده، بس انت ازاي ده؟ انت بتزعل بس من الحاني يا باسم والنبي. انت فين؟ انت فين بسرعه؟ بس انا مش شايفك، مش شايفك والله. على الشجر. على الشجره؟ انت مين على الشجره؟ مش شايفك يا بنتي، انت فين؟ مش شايفك. هنا اهو. اقتلوا العدد الموجود ده كله بسرعه بسرعه، مش عايز اشوف حد.
بيس الصغيرين دول لو اقدر اقفش حد فيهم على ان مالهاش علاقه. تعال ارجع على. ارجع ولا سكيلتون كتير. يلا سكيلتون انا خلاص انا بجري هنا بجاي بجري. بص دي يا باسم الام بتاع السكيلتون ده عظمه والله. بص اتكل الله اتكل الله موتتهم عاش القنبله موتتهم ايه السكيلتون دول ما بيموتوش. انا هفضلت بعيد كده لحد لما. انت فين يا باسم؟ انا في السما. انا في السما فوق خالص. فوق في السماء. طب ايه وداك فوق في السماء؟ الكهرباء بتاعتي فصلت يخرب بيتك. بفكر في الزومبي اهو. زومبي ايه؟ زومبيك ايه؟ زومبك ايه؟ الله يخرب بيتك. السكيلتون هيموتني. السكيلتون هيموتني. اغيسونا اغيسونا. عم معايا. بص تعال الشارع بقى مدعكة والله. احنا لازم نتكرم على اللي احنا بنعمله ده. اضرب لا احنا بنعمل ما تقولهاش. اه طب ترمي فين يا ابني؟ هتموتني انت اخبار. لا ما تخافش والله. تعالى بقى انت هو عشان تريد نعرف. اه مؤاخذة يا ابني انت مؤاخذة يا ابني انت عبيط يا ابني. لا نامت هي نامت اهي نامت نايمة عندي انا معاك في الطريق انا معاك في الفم بتاع التيم. ايوه الحمد لله لان احنا نقتل كل جيش الزومبي. ناس كام سكيلت ناس كام سكيلت عبيط. اقتلهم بسرعة اقتلهم بسرعة يخلص. اقتلهم بالقنبلة يا باتمان. مش وقت الزر دلوقتي وحط امك. انجز باسم 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 ايه باسم ايه؟ سوبر مان سابنا وجري صح؟ سوبر مان سابنا وجري. انا لا سوبر مان سابنا ومشي. ماشي يا ابن التحنيك يا ابن التحنيك. بس كله مات. ده سكت. يا ابن انا اللي بضرب انا اللي بضرب. بتعمل ايه؟ بتعمل يا حمار يا بيما حمار. طب انا هرمي عليك القنبله. طب اهو اجري منها بقى. انا سوت. لا اجري اسمع مني اجري. اقعد بقى اقعد ساكت بقى. ولا اقعد ساكت بقى. انت ما ينفعش اصلا تكون بطل خارق خالص. انت بالذات يا عم انا بطل خارق خارق للطبيعي. انا تعال تعال. فين مراتي؟ فين مراتي راحت فين؟ دخلت جوه. ايه ده انا ابيض. اديله ده اديله من التحنيك ده. بص دلوقتي بما اننا ابطال خارقين احنا لازم نعمل حاجات كتير قوي نساعد بيها الناس. مثلا احنا زي ايه؟ نديهم عضم. عضم ايه يا غبي انت؟ احنا مثلا اي مكان فيه مشكله ولا اي حاجه احنا لازم احنا نروح نساعدهم. دي تكون مهمتنا احنا او وظيفتنا احنا بعد كده. بس ما تتغباش. فانا تعال وما تطلبش من حد فلوس. ما تطلبش من حد فلوس لان احنا ابطال خارقين. اديني تاني يا ربي يا ربي على الغبي اللي عايز كل حاجه مقابل الفلوس. احنا ما ينفعش ناخد فلوس من حد. احنا لازم احنا بنكون بنساعدهم وبس. يا رب تكون فاهم. انت الوحيد اللي ما متش يعني. ايش ولا هو البيت هو البيت ده ولا ولا لا الحمد لله دي ما تخانهم اللي عاملينها. انا فاكر بس المكان كله بيولع ولا بس حاجة. ما تزعل مني يا انت. ايه ده انت عملت ايه؟ ايه دماغك؟ ايه دماغك؟ صح؟ ايه دماغك؟ ايه دماغك؟ ايه عارف انا عملت ايه في البدلة؟ عملت ايه؟ ساعة لما انا رحت وسبتك رحت لو انتهى بألوان مية. ألوان مية؟ اللي انت عملتيه ده؟ في ايه صح؟ حلوة؟ لا يا كلام كده الأول كانت أحلى. بس هو الراجل قال لي ان هي الألوان المية دي. عندي قوة خارقة. عندي قوة خارقة مش عند حد. ازاي هي القوة الخارقة اللي عند حد؟ هي بص عارف ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ ده طلع بايظ. بيعمل ايه ده؟ ما المفروض كان يمشيني بس هو ده طلع بايظ. ازاي طلع بايظ؟ انت عبيط يا عم انت في حاجه. بس الراجل نصب عليك. نصب عليك ايه؟ نصب عليك ايه؟ دلوقتي انا خلاص. بص هشغل لك القوه بتاعتي. بص على كده. بص انا عايز اقول لك على حاجه. يا نهار ابيض ايه السرعه دي؟ طب بص دلوقتي لازم نعرف ان السوبر مان ده خاين. ان لازم ان احنا نقتله. ودلوقتي الشباب استنتجنا ايه؟ بص عليا هقتله بالخنجر ده. الخنجر شفاف ده بس عايش. بص دلوقتي اهم حاجه احنا استنتجنا ان السوبر مان بعد ما ادانا القوه الخارقه دي تقريبا هو حصل له حاجه. ولكن انا شايف دلوقتي ان هو بقى خايف. فاكر شايف الكره عملت ايه؟ شايف الكره عملت الجرس. تعالى سباق ايه يا عم ده؟ وقته لعب دلوقتي. يلا سلام.